صباح الخير يا سادة المشاهدين، صباح جميل ونهار جميل ونهار سعيد يا رب على كل اللي بيشوفونا وعلى كل مصر والمصريين. نقول لكم اهلا بيكم معانا في اول نهار، اهلا بكل مصري يدفع مسيره التنميه، ويا رب يكون يوم هادئ وسعيد في ظل ايام سخنه مليئه بالاحداث السخنه جدا. صباح الخير يا اول. صباح الخير يا محمد، صباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. بيتجدد لقاءنا مع حضراتكم كل يوم خميس من خلال أول النهار. يمكن هذا الأسبوع كان صعب إلى حد كبير على المصريين نتيجة لرحيل البابا شنودة واللي ودعته مصر في جنازة مهيبة يوم الثلاثاء الماضي، ولكن أيضا يعني وإحنا بنقدم واجب العزاء بنقول إنه العزاء لكل المصريين وليس للأقل فقط. ان شاء الله ربنا يعوض مصر خير عن هذا الرجل اللي يعني شهد له بالوطنيه وكان له دور كبير في ازمات كثيره داخل مصر. كمان بنقول لكل ام كل سنه وهي طيبه. بالامس كان عيد الام، يعني معظم القنوات احتفلت بصوره خاصه، احتفلت بامهات الشهداء، فاحنا بنقدم باقه زهور لكل ام شهيد ونقول لها يعني ربنا يصبرك، لكن كل ام بنقول لها كل سنه وانت طيبه. هيكون معانا فقرات كتيره، لكن دلوقتي هناخد مع حضراتكم فاصل ونرجع مره اخرى. اهلا بكم جديد، ولدينا في اول النهار النهارده فقرات عديده يا رب انها تكون محور اهتمام حضراتكم. بالتاكيد في موضوعات كتيره ده غير الصحافه والنشاط والرياضه والحيويه وغير، اكيد فقره هنقدمها طبعا عن قداسه البابا شنوده. لدينا مجموعه كبيره من التقارير ولدينا ايضا ضيوف في هذه الفقره في موضوعين مهمين، موضوع خاص بارض سيناء ووجهة النظر السيناوية من أبناء سيناء حول المشاكل السيناوية، ولدينا برنامج أيضا أو موضوع أيضا طبي عن الغدد الصماء واللقاء بالدكتور إيهاب سالم أستاذ الغدد الصماء بالطب الزائزية. عندنا بالتأكيد التقارير اللي معانا هتكون عن مهرجان الكشافة ببورسعيد وكمان معرض الكتاب ببورسعيد، وهيكون لنا بالتأكيد وقفة مع أم السينما المصرية فردوس محمد وفقرة خاصة عنها. لكن دلوقتي هنروح معاكم سريعا لأولى الفقرات والنشاط والرياضة، وهنجدد نشاطنا ببعض التمارين البسيطة اللي إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم. النهارده ان شاء الله هندي بعض التمرينات الخاصه بعضلات البطن وعضلات الظهر وخاصه المنطقه القطنيه اللي بيعاني الكثير منا بالام فيها. ان شاء الله هنلبي حاجه الجماهير في هذه التمرينات. هنبدا مع الاولاد، هنبدا دلوقتي بالركود على الظهر، بشد المشطين للأمام
ضم رجلين، هرفع رجلي اليمين في 8 عدات وانزلها في 8 عدات ليكون التركيز على عضلات البطن السفلية. تمرين ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنزل في 8 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8. تشينج، هنعمل تمرين بالرجل التانية. تمرين ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنزل في 8 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8. هرفع هنا، هزود الحمل شوية وهرفع رجلي الاثنين، ضم المشتين، شد المشتين لقدام، شد جسمك عشان التركيز هيبقى على عضلات البطن السفلية. تمرين في 8 عدات ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنزل في 8 عدات. تمرين ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. ريح، خد نفس عميق وانت نايم وشهيق عميق. هرفع رجلي الاثنين بزاوية 45 درجة. ارفع رجليك، هعمل فتح وضم القدمين للجانب. تمرين ابتدي في 8 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8. ريح تحت، شد مشاط رجليك، خد شهيق عميق، طلع هواء الزفير. هنرفع رجلينا بزاوية 45 درجة. هنعمل رفع وخفض الرجلين بالتبادل. تمرين ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. قف أسفل، نزل رجليك. التمرين ممكن نعمله أكثر من مجموعة حسب قدرات كل واحد منا. احنا بنعمل نماذج لهذه التمرينات، تمرينات لتقوية عضلات البطن السفلية. التمرين اللي بعد كده هنطلع هنثني الجزء للأمام مع ضم إحدى الركبتين على الصدر بالتبادل. استعيد. تمرين ابتدي. مبتدئا بالرجل اليمنى. 2 3 4 5 6 7 8. ريح، بتنظم نفسك. وتمرينات عضلات البطن من التمرينات المهمة واللي المفروض نستخدمها كل يوم ببرنامج منتظم. التمرين اللي بعد كده هنضم الرجلين الركبتين على الصدر. استعد. تمرين ابتدي. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعمل وقود على الظهر، وشك هنا. هنعمل بعد كده هننتقل من الوقود ده للانبطاح، وشك عندي هنا، لعمل تمرينات إطالة لعضلات البطن اللي تقلصت في التمرين اللي فات. هنرفع تدريجيا ايديك تحت صدرك، هنفرد المرفقين حتى يمكن عمل تقوس في عضلات الظهر. استعد. 1 2 3 4 5 6 7 8. هتثبت. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعمل الكلام ده من الحركة فوق وتحت. 1 تحت 2 3 4 5 6 7 8. هطلع ايديا الاتنين لقدام، هشد جسمي لعمل إطالة كاملة للجسم. شد جسمك، الزوعين بجانب الرأس. هرفع الرجل اليمنى والزراع الأيسر. استعد. 1 2 تحت 2 تحت. وتشينج الجهة التانية. هوب، واحد بالتبادل. 1 2 3 4 5 6 7 8. قف.
اهلا بكم جديد وصحافه اول النهار. والنشط الرئيسي لجديد الاخبار هو اول خبر لدينا النهارده تحت عنوان الحكومه تبحث تغليظ عقوبات الجرائم التموينيه لتصل الى الاعدام. احباط تهريب 650 الف طن مواد بتروليه ومنع 138 طن ارز لدوله خليجيه. أعلن الدكتور جود عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجرى الآن إجراء تعديلات جذرية على الرسوم على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 الخاص بالجرائم التموينية لتغليظ العقوبات على كل من يرتكب هذه الجرائم، ومنها جرائم التهريب وتسريب السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية، قد تصل العقوبة إلى الإعدام، مشير إلى أن من يحرم مئات الآلاف بل الملايين من حقوقهم في الحياة يستحق أن يحرم هو من الحياة. جاء ذلك في تصريحات للوزير أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جمال الجنزوري، حيث أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فايز أبو النجا وزير التخطيط والمهندس عبد الله غراب وزير البترول والدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أنه فور الانتهاء من التعديلات ستتقدم الحكومة بمشروع القانون للبرلمان لبحثه وإقراره، وأشار أن التعديلات ستشمل سد الثغرات التي يستغلها المجرمون وينفذون من خلالها للإضرار بالأمن القومي للبلاد. على فكرة ليست مصر هي صاحبة هذه البدعة، ولكن هناك دول عديدة ومن ضمنها مثلا الصين. الجرائم التي تضر بالمصلحة القومية للشعب الصيني كان عقوبتها الإعدام، ونتيجة لكده في خلال فترة معينة استطاعت الصين أن تنهض هذه النهضة التي نحياها. يعني ما ينفعش أبدا أن يكون ثروات بلدنا المدعمة يستفيد منها مجموعة ويسرقوها على حساب مجموعة أخرى تحرم من هذه الثروات. هنروح مع حضراتكم للخبر الرئيسي بالصفحة الأولى بجريدة الجمهورية. الأمن الوطني يحبط مخططا إرهابيا استهدف قناة السويس. أحبط قطاع الأمن الوطني مخططا استهدف المجرى الملاحي لقناة السويس، وتم ضبط 2 من المخططين. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن بعض العناصر الإرهابية كانت تعد للقيام بعمل عدائي تجاه بعض السفن الأجنبية أثناء مرورها بقناة السويس، واستطاع قطاع الأمن الوطني من خلال مصادره السرية في أوساط العناصر الإرهابية الوقوف على أبعاد وتفاصيل المخطط الذي أعده سليمان رزق عبد الرازق المقيم بمنطقة الشيخ زايد مدينة الإسماعيلية لتنفيذ عمل عدائي تجاه إحدى السفن الأجنبية أثناء مرورها، مستغلا قطعة أرض فضاء متخمة للمجرى الملاحي تقع بمنطقة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية. طبعا هناك تفاصيل أكثر للخبر، ولكنه خبر يعني مش عارفة أقول إيه. يعني هم عايزين نروح فين؟ وفي سؤال، ده المصدر الداخلي الأساسي اللي عندنا دلوقتي، لما نيجي نضربه إيه اللي فاضل لنا؟ طيب يعني السياحة مضروبة منها جزء كبير، حاجات كتير قوي مضروبة في جزء كبير، قناة السويس الوحيدة اللي حركة النقل دلوقتي متوقفة كمان بسبب مشكلة البنزين والسولار. يعني عندك مشاكل لا حصر لها ولا عد، يبقى احنا المصدر الوحيد. يعني الحمد لله انه في جهات قادرة على كشف هذه المؤامرات، وربنا يستر. الحمد لله. من جريدة الاهرام الصفحة الاولى ايضا، الاخوان تبحث غدا دعم مرشح رئاسي من داخل الجماعة. اجتماع طارئ للتيار السالك اليوم، جودة عبد الخالق يدرس ترشحه للرئاسة. يدخل سباق الرئاسة مرحلة حاسمة خلال الأيام المقبلة، حيث تتكثف جهود القوى السياسية وخاصة الإسلامية للاتفاق على مرشح يخوض السباق ويحظى بدعمها. من المقرر أن يعقد مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعا مهما غدا لإعادة النظر بشأن الانتخابات الرئاسية وحسم مسألة دعم مرشح محدد للرئاسة، في حين يعقد قادة الدعوة السلفية اجتماعا طارئا اليوم مع الهيئة العليا لحزب النور والهيئة البرلمانية للحزب لاتخاذ قرار فيما يتعلق بدعم التيار السلفي لمرشح محدد للرئاسة. كما أعلن جود عبد الخالق وزير التموين والتجارة الخارجية أنه يدرس الترشح للرئاسة. يعني بس معلومة عشان نصححها، أن كان بيقولوا عدد المتقدمين للرئاسة أكثر من 900 متقدم، الحقيقة أن عدد
اللي سحبوا الملف اكتر من 900 مقدم، لكن ما تم تقدمه للترشح فعلا الكلام ده بقى اليومين كانوا 3 اسماء. ف لسه لانه في اجراءات، مش معنى ان هو سحب الملف ان هو هيقدم. ان هو يقدم، لانه في 30,000 هيقدموا له توكيلات او 30 نائب من البرلمان، فالامر لا يعني ان هو تقدم انه سحب الملف. هنروح مع حضراتكم للثانويه العامه، واللي نتمنى ان شاء الله السنه دي تكون مختلفه شويه ويقل القلق منها. يعني هو خاص بجدول الامتحانات لانه هياتي في وسط تقريبا انتخابات الرئاسه الاعاده، امتحانات الثانويه العامه من 9 يونيو الى 4 يوليو. اعتمد جمال العربي وزير التربيه والتعليم جدول امتحانات الثانويه العامه التي تبدا 9 يونيو القادم وتنتهي 4 يوليو على ان تكون هناك فتره توقف للامتحانات في الفتره ما بين 16 يونيو حتى 19 يونيو بسبب انتخابات الاعاده الرئاسيه. تبدا الامتحانات المرحله الثانيه اللي هي ثالثه ثانوي يوم السبت 9 يونيو، وطبعا في رصد للمواد. يعني يعتبر جدول الامتحانات معلن اليوم في الجريدة الأخبار. يعني إن شاء الله كل التوفيق لكل طلبة الثانوية العامة بمرحلتيها. السفارة مش في العمارة، خبر في الصفحة الأولى لجريدة الجمهورية. إنزال العلم الإسرائيلي من المبنى وتسريح قوات الأمن. أخيرا تم إنزال علم إسرائيل من المبنى وتم إجلاء قوات الأمن الإسرائيلي من المبنى بعد أن قررت إسرائيل إخلاء سفارتها. أكدت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل طلبت من مصر الحصول على إذن لإرسال طائرتين لنقل المتعلقات الشخصية والعفش الخاص بدبلوماسيها وإداريها الذين كانوا موجودين في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قبل افتتاحها خلال شهر سبتمبر قبل اقتحامها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي. وأضافت المصادر أن نقل هذه المحتويات والمتعلقات يحتاج إلى إصدار التصاريح اللازمة والموافقات على تصدير بعض الطرود وشحنها على متن الطائرتين إلى تل أبيب، وهو إجراء روتيني لابد من اتباعه ليس له أي مدلول ويقوم به أي دبلوماسي في مثل هذا الشأن. هنرجع مرة أخرى للصفحة الأولى بجريدة الأهرام. أبو النجا لا نية لزيادة أسعار المواد البترولية، وصول 25,000 طن سولار إلى الدخيلة وتجديد عقوبة الجرائم التموينية إلى الإعدام. أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه ليس هناك قرار أو نية من جانب الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية، وقالت عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تبحث إجراءات وآلية التعامل مع الهدر الناجم عن عدم وصول تلك المحروقات إلى مستحقيها بأسعارها المناسبة. وأوضحت أن حكومة الدكتور الجنزوري حريصة على التعامل مع أسعار المواد البترولية حتى لا تتحول إلى عبء إضافي على المواطن، مشيرة إلى أنه تم أمس إحباط محاولة تهريب مليوني لتر سولار وضبط 59 طن بنزين. يعني طبعا أعمال وزارة الداخلية والتموين أعتقد لا تنقطع. تأكيد تأكيد، وشيء هام جدا طبعا هم يشددوا العقوبات في الفترة دي لأنها محتاجين يعني لتجديد العقوبات، لأن العملية بصراحة زادت عن حدها. يعني كده كتير اللي بيحصل، كده كتير ما ينفعش. في خبر اخر من الجمهورية وهو خبر ذو شقين. 8400 طن بوتاجاز تدخل ميناء الزيتيات في حراسة الجيش. نجح قوات التأمين والحراسة بالسويس التابعة للجيش في اقناع عمال وموظفي مركز التلوث بعدم إغلاق بوابات وأرصفة ميناء الزيتيات البترولي بالسويس وأن يكون اعتصامهم بعيدا عن الميناء لتتمكن السفينة مرمرجاز القادمة من ميناء ينبع السعودي وعلى متنها 8400 طن بوتاجاز من الدخول الميناء. الموضوع بقى ذو شقين. ببساطة جدا مشكلة بوتاجاز عندنا في مصر كبيرة جدا، والسفن بتنقل علشان تحل أزمة لمئات او ملايين المواطنين، في نفس الوقت في عمال مضربين بيقنعوا العمال ان هم يعني ياخدوا جنب ويسيبوا سفنها تعمل. الى متى
سيستمر هذا الاضراب. سؤال بساله لاي حد سواء هيئه النقل الميناء غير الميناء، قضيتنا واضح انها قضيه ماليه، حلها ببساطه حط حد ادنى وحد اعلى، وهما بصدد تنفيذ هذه الحلول. يعني احنا بنعطل المسيره ليه او بنعطل العجل ليه؟ انا بتكلم ممكن وانا ايدي صحيح زي ما بنقال في الميه وش ايدي زيهم في النار، ولكن كلنا في النار، كلنا بنحس بالازمات، لابد ان نشعر بعضنا البعض. لو الازمه دي حدثت يعني هتبقى في مشكله لملايين المواطنين عن البوتاجاز، مين مسؤول عنها؟ مئات مواطنين شغالين في الميناء، ما ينفعش. يعني بالتالي لازم نعيد النظر تاني. يمكن مش هم بس اللي عندهم مشكله واضراب، عمال النقل وكل طلبات ماديه بالاتوبيسات، يعني كمان اخذين الاتوبيسات ورايحين بيها وقطعوا الطريق امام مجلس الوزراء وبيطالبوا بنقلهم نقل التبعيه من محافظه القاهره الى وزاره النقل وزياده يعني مكافأة نهاية الخدمة من عدد من الأشهر إلى تقريبا 100 شهر، يعني بعض المطالبات المالية. ولكن في النهاية لما تشوفوا اللقطات الخاصة بالمواطنين البسطاء اللي لا حيلة لهم إنهم ينتقلوا غير بهذه المواصلة، قاعدين مش لاقيين حتة يروحوها. أنا عايز هنا بس في يافطة في جريدة الأهرام مكتوب ورش جسر السويس، العلاوة 2 جنيه، كيلو العدس 10 جنيه، بنكحه تراب. بأمانة هل الزيادات اللي حصلت لعمال النقل وهيئة النقل هي 2 جنيه؟ يعني خلال الفترة من يناير إلى الآن هي 2 جنيه؟ احنا بنضحك على نفسنا ولا بنضحك على بعضنا ولا بنضحك ايه بالظبط؟ من المؤكد في زيادة حصلت كتيرة جدا، كان في اعتصامات كتيرة جدا، فلابد ان نكون صرحاء. كتيرة متضررة يا محمد، مش هما بس. وبعدين لا، الكلام الاستجابة هي وسيلة الضغط لم يعد لها مفعول خلاص. يعني مش كل ما نضغط هنحصل على ما نريده، لانه الامر بدأ يبقى بيشكل مشكلة للمجتمع كله. هنروح معاكم الخبر اخر، ولكن هذه المرة من محافظة جنوب سيناء. محافظ جنوب سيناء يناشد أجهزة الدولة سد العجز في التخصصات الطبية بمستشفى دهب. قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مخاطبة مختلف أجهزة الدولة المعنية بالشؤون الصحية للعمل على سد العجز في التخصصات الطبية اللازمة بمستشفى دهب المركزي وتوفير الكوادر لتشغيل بنك الدم وعمل حملات مع أطباء في تحليل الأشعة والنساء والتوليد والعظام ضمان توفير أفضل الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بدلا من تلقيهم الخدمات الطبية خارج مناطق إقامتهم. إن شاء الله يتم الاستجابة، لأن بالفعل هناك أكثر من منطقة تحتاج إلى دعم أو سد حاجاتها في العجز في التخصصات الطبية. ده كان آخر خبر معانا مشاهدينا، هنروح مع حضراتكم لفاصل قصير ونرجع مرة أخرى نواصل فقرتنا وأول النهار. يا ما نفس عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. له غايه
مشاهدينا، واحنا بنحتفل بعيد الام، هناك ام السينما المصرية. ام السينما المصرية هي الفنانة فردوس محمد.